الزميل العزيز احمد ايوب المتحدث الرسمي باسم لجنه استرداد اراضي الدوله، اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ نشأت. يعني ما نشر اليوم على في وسائل الاعلام حول الجوله 18 او الصفعه 18 او الموجه 12 من موجات اللجنه لاسترداد اراضي الدوله، ممتلكات الدوله. تعليقك استاذ احمد والرساله والدلاله والنموذج اللي يجب انه الناس كلها تنتبه اليه. اولا انا بشكرك، انت كافتني الكلام تماما لانك انت قلت الرساله الواضحه من هذا الامر. القصه مش قصه اراضي او ثمن اراضي او فلوس، قصه دوله قانون، قصه انه دوله نعيش في دوله يجب الا يحصل اي مواطن على اكثر من حقه، قصه سياده القانون، وانه ما فيش مكان لاي حاجه اسمها تجاوز، فيش مكان لاي حاجه اسمها تعدي على املاك الدوله وممتلكات الدوله اللي هي ممتلكات الشعب. علشان كده كان توجه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده، دوله القانون، حقك خده، لكن حق الدوله لا يمكن التهاون فيه. صحيح. عشان كده لجنه استرداد اراضي الدوله اللي تم تشكيلها في 2016 بتعمل النهارده ومنذ ان تم انشائها على هذا الهدف، هدف بيتجه في مسارين. المسار الاول مسار ازاله التعديات التي يجب ازالتها، اما اراضي في تعدي صارخ عليها، واما اراضي لم تقدم عنها طلبات تقنين، واما اراضي ثابته انها لا تتوافر فيها شروط التقنين. وده احنا بنتكلم النهارده في الموجه ال 12. الموجه ال 12 اللي انطلقت يوم الخميس هدفها استرداد وازاله التعديات عن 4.1 مليون مليون متر مربع اراضي مباني و 35,000 فدان اراضي زراعيه. حضرتك النهارده في 48 ساعه فقط قوات انفاذ القانون اللي شغاله في كل المحافظات في وقت واحد، حتى يوم الجمعه كانوا شغالين مفيش اجازات، استطاعوا ان هم يستردوا 8200 فدان، وده لغايه الظهر. يعني ممكن النهارده دلوقتي وانا بكلم حضرتك يا استاذ نشأت الارقام تكون زادت بشكل اكبر كمان، لان الموجه شغاله على مدار الساعه. اثنين، ازاله تعديات على اكثر من رقم، معلش انا اسف، اراضي البناء اكثر من نص مليون متر مربع اراضي بناء. اراضي بناء. الموجه شغاله ومستمره، وتوجيهات المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنه ومساعد رئيس المشروعات القوميه والاستراتيجيه انه الموجه لا تتوقف الى ان يتم تنفيذ اهدافها بالكامل. اللي انت حضرتك قلته، قوه الدوله ظاهره في اولا الاراده السياسيه لاسترداد حق الشعب، رقم اثنين التوجيهات الواضحه لتنفيذ هذه الاراده السياسيه من خلال اللجنه، واشراف اللجنه على التنسيق الكامل ما بين كافه جهات الدوله. استاذ نشأت، كل جهات الدوله المعنيه موجوده وشغاله ومشاركه في هذه العمليه، من وزاره الدفاع، من وزاره الداخليه، وزاره التنميه المحليه، المحافظات، كله هدفه الاساسي تطبيق دوله القانون. ما فيش حد على راس ريشه، ما فيش حد مسموح له يتجاوز وحد مش مسموح له، لا، الكل يطبق عليه القانون. في نفس الوقت هناك مسار اخر شغال فيه اللجنه هو التقنين، بمعنى انه الجاد بقى اللي وضع يد بشكل جاد وزرع واثمر وانتج، او اللي عمل مشروع الارض من حقه ان يقنن، تلقت اللجنه اكثر من 296,000 طلب تقنين. هناك بالفعل اجراءات معاينه واجراءات فحص لهذه الطلبات، هناك عقود صدرت بالفعل ما يقرب من 600 عقد صدروا من المحافظات، وكل يوم في محافظات بتطلع عقود تقنين او عقود تمليك بعد ما يلتزم صاحب الطلب بسداد حق الدوله وتتوافر فيه الشروط. فاحنا شغالين في اللجنه شغاله في مسارين، مسار ازاله التعديات ومسار التقنين، وده بيؤكد انه صاحب الحق، انت بتبحث عن حق الدوله اللي هو حق الشعب، ولن تتهاون فيه، ولن تفرط في سنتيمتر واحد، ولن تفرط في جنيه واحد من حق الدوله، لكن في نفس الوقت ايضا لا تسمح ولا تقبل انه حق مواطن يهدر. ودي كانت توجيهات واضحه من السيد الرئيس للجنه تنفذها بشكل دقيق. استاذ احمد ايوب انا بشكرك جدا. استاذ احمد ايوب رئيس المتحدث الرسمي باسم لجنه استرداد اراضي الدوله.